وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ انت شو بدك فيه لوزير الصحة الياباني؟ بس تعرف انت شو بدك فيه؟ شو بدي فيه؟ ايه؟ لا ما انا كمان انت شو رح تستفيد منه لوزير الصحة الياباني؟ اذا بتعرف اسمه اذا بتعرف اسمه انا بدي احط لك تاج على راسك، على راسك فوق يعني؟ من نزله من فوق. حلو شو؟ ايه؟ في راس ابيض معه حق. الياباني يا استاذ، الياباني يا استاذ انت غلطت. في راس ابيض الصيني؟ الياباني الياباني الياباني. عندك فكره؟ اللي عندنا صيني. والله معقول، معقول يكون صيني اللي عندنا؟ لا معقول يكون خيو له في راس ابيض. معقول؟ شو رايك انت؟ ممكن يكون خيو له في راس ابيض. انا انبسطت تعرفت عليه يا حبيبي. وانا كمان. ونحن حقنا نسالك مثل ما حقك تسال كل العالم. اكيد فيك تحضرنا. بس انا راسي هلا جامع على اسئلتي، فجيت انت هلا كبيت لي سؤال من عندك زدت لي، يعني عرفت شو قصدي؟ راسي هيك انا، مشان هيك ما قدرت جاوبك. مزبوط الجديد انت مهضوم يا حبيبي. وميرسي لك عن جد. Thank you. شو اسمه الوزير الصحة الياباني؟ إذا بعد مرة بتسألنا يعني شو قلي؟ خلص شو بدك نعمل؟ خيو له في راس أبيض. هلا ما بعرف شو اسمه، ما بعرف شو الاسم، بس بعرف إنه من بيت الأبيض. خلص عرفت؟ مش الحال، مش بعد الفاصل. بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ ياماهاري بواري. شو اسمه؟ ياماهاري بواري. ياماهاري بواري. الله. أنت شو بتقول اسمه؟ ما بعرف. إيه؟ ما بعرف. وزير الصحة الياباني. يا مهاري بواري. يا مهاري. بس قلن للجمهور شو اسمه؟ يا مهاري بواري. بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ وزير الصحة الياباني. تعرفه انت؟ شو اسمه؟ لك شو ما بتعرفه؟ وزير الصحة الياباني؟ لك سهل كتير يا زلمة. لك لبناني ما بعرفه انا. اللبناني ما بتعرفه؟ بدي اعرف الياباني. بقول لك عن الياباني انا. طب ليك؟ ولو باليابان كيف يحكوا؟ قل له كيف يحكوا بالياباني. كيف يحكوا الياباني؟ تشيكا ميكا. بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ لو بعرف كنت جاوبتك. شو وزير الصحة الياباني؟ بقول لك سهل كثير. اسهل اسهل يعني سهل كثير. بتعرفه انت؟ انا اللي بعرفه. طب اللي منه وصديقك. طب اللي منه؟ نعم اللي منه. لو كيف بدي اقول لك؟ انا عم بسالك. لو بعرف قلت لك. انت بتعرفه؟ طيب نورني. سهل سؤال سهل. قل له نورني، قل له نورني. يا خي باليابان اكثر شيء شو اللغة اللي بيحكوها؟ باليابان عربي. عربي؟ بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ شو عارفني بحياتي؟ وزير الصحة الياباني مات هيدا. لا يا زلمة وزير الصحة الياباني لك مات من زمان هيدا. لحظة ما في غيره. طيب شو اسمه الجديد هيدا؟ شو اسمه؟ كيف كيف بيحكي؟ شو اسمه؟ سوزوكي. شو اسمه؟ سوزوكي سوزوكي. بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ الله بيعلمه. ما بعرفه. لحظة لا وزير الصحة الياباني. وزير الصحة الياباني يا زلمة شو كيف يحكوا باليابان؟ شو كيف يحكوا؟ لحظة لحظة قلت اسمه انت لفظت اسمه شو كيف يحكوا؟ شو اسمه؟ وزير الصحة الياباني. هلا لفظت اسمه هو كيف يحكوا هن؟ تشينغي هاي. شو بعرفني يا زلمة؟ بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ أنا وزير الصحة اللبناني ما بعرف شو اسمه. عم تمزح. طب ليك سؤال شو؟ سهل كثير. طب هن كيف يحكوا باليابان؟ والله ولو مر عليك اللغه تاعيتهم. انا بعرف كيف بيسموا الولد. كيف بيسموا الولد؟ هل بكبوا الطنجره وعلى الصوت اللي بتطلع بيسموا الولد. شو بيطلع اسمه؟ والله ما بعرف. يعني يابان انت صعبتها كثير. صعبتها 100%. خلص بعد الفاصل بنعرف. وزير الصحه الياباني شو اسمه؟ يوكوهاما. يوكوهاما؟ ايه. عن جد اسمه هيك؟ لا انا بقرا عنه. نعم؟ يوكوهاما هيدي ماركت دولاب ياباني كتير منيحة. توقعت انه يكون اسمه يكون اسمه هيك يوكوهاما. معقولة؟ ايه ممكن. وزير الصحة الياباني يوكوهاما. هني كيف بيحكوا عادة باليابان؟ بتعرفيها انت؟ عن جد؟ ليه؟ كيف لا وشو عايب؟ هاي خبرية. شو؟ لا تغير رأيك بالاسم؟ ايه ممكن. جريء أنا انت. انا عم بحكي عن السابق. ايه عن الحالي. عن الحالي. يا ماما هيدا هو. هيدا هو. هيدا هو السابق اسمه يوكوهاما. يعني انت استعنت بالمدام؟ استعنت بس ايه. شو؟ المدام قالت لك؟ المدام قالت لي احلى فنان. عم تحكي انت احلى فنان. عم تحكي عن الوزير السابق. ايه يوكوهاما. ايه يوكوهاما الحالي. شو اسمه؟ يا ماما. الياباني شو اسمه؟ الياباني يا ماما ايدي واوا. شو اسمه؟ يا ماما ايدي واوا.
عرف الجواب؟ ربحت. اللي عرف الجواب؟ اللي عرف الجواب؟ شو اسمه شو اسمه؟ يا ماما ايدي واوا. يا ماما ايدي واوا والله العظيم كبير. شو اسم صاحب شركة الإطارات باليابان؟ ما بعرف. يا مهاري كواشيكو. يا مهاري كواشيكو. لأبرك. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ وزير الصحة الياباني؟ ايه. ما بعرف. لا لا عن جد عن جد سهل السؤال. والله ما بعرف. لك سهل يا زلمة. لك سهل. وزير الصحة الياباني. وزير الصحة. شو 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 اسمه؟ تونتشين. شو اسمه؟ تونتشين. ما قلتش كل اسمه هيك؟ بعد الفاصل. وزير الصحة الياباني شو اسمه؟ أنا وزير الصحة الياباني ما بعرف. لا 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 عن جد شو اسمه؟ والله ما بعرف. وزير الصحة الياباني؟ ما بعرف. كيف يحكوا باليابان؟ أنا شو بعرفنا؟ اليابان كيف؟ أنا بعدني مستغرب بشغلة إنه في شخص ربحها معي، ربح شخص كيف عرف اسمه أنا ما بعرف. يا ماما إيدي واوا. يا ماما إيدي واوا اسمه. مش عم بفهم انا اسمه هو الوزير يا ماما ايدي واوا. هيدا وزير الصحه باليابان غريب اسمه كثير حلو يا ماما ايدي واوا.